السوريين لبعض، معي أنا بسام داوود لنحكي عن مبادرات آنفي السوريين للسوريين. مرحبا. السوريين يلي رح نحكي عنهم اليوم أسسوا منظمتهم انطلاقا من إدراكهم لأهمية نشر الوعي بين السوريين، ومن أهم المفاهيم يلي منحتاج أنه ننشر الوعي عنها هو مفهوم المواطنة. ومن هون انطلقت الرابطة السورية للمواطنة يلي هي تجمع مدني طوعي لكل مين راغب بالعمل على ترسيخ المواطنة وقيمها بسوريا وعلى صعيد العلاقة بين المواطن من جهة والمواطنين الآخرين والدولة والمحيط اللي منعيش فيه من جهة تانية. الرابطة مؤمنة بأن المواطنة بتقوم على أربع مبادئ أساسية، هي الحرية، المشاركة، المساواة، المسؤولية، وبتعززها قيم كتيرة أهم التضامن، الكياسة، الوعي المدني والإنسانية. وهذا الحكي معناه أنه لكل المواطنين بدون تمييز، بدون استثناء، بدون وصاية من أي نوع، الحقوق نفسها وعليهم الواجبات نفسها على أساس المشاركة الواعية والفاعلة ببناء كل مجالات الحياة الاجتماعية، سياسية، ثقافية، القانونية، الاقتصادية وغيرها. وعلى هذا الأساس فالرابطة تتطلع لسوريا كدولة مواطنة بتقوم على أسس الحرية والمشاركة والمساواة والمسؤولية، وبيتمتع فيها المواطنين رجالا ونساء بحقوقهم وبيتزموا بواجباتهم بدون أي تمييز. أما أهداف الرابطة فهي محددة ودقيقة: أولا نشر ثقافة المواطنة والدفاع عنها، ثانيا تعميق المعرفة بالهوية الوطنية وثقافتها، ثلاثة تعميق الخبرات بقضايا المواطنة مثل الجندرة، الديمقراطية، العلمانية، التعليم، التنوع وغيرهم، أربعة العمل على ترسيخ مبدأ الحرية المدنية كأساس لكل شيء بيعمله المواطن، خمسة تكريس مفهوم المساواة بين المواطنين بالحقوق والواجبات، ستة العمل نظريا وميدانيا لتكريس مبدأ المشاركة بالحياة العامة، سبعة ترسيخ ثقافة التشاركية وثقافة التطوع بالحياة العامة، ثمانية العمل على رفع الوعي بالمسؤولية عند المواطنين، تسعة المساهمة بالتربية على قيم المواطنة اللي حكينا عنها، عشرة المساهمة بتأهيل الكفاءات بقضايا فض النزاع والسلم الأهلي والعدالة الانتقالية وغيرها من القضايا الملحة بالمرحلة اللي عم نمر فيها بسوريا اليوم، 11 المساهمة بتحسين أوضاع اللاجئين السوريين، 12 العمل على الأصعدة الوطنية والعالمية لحماية التراث الثقافي السوري المادي وغير المادي، 13 المساهمة بحفظ الذاكرة السورية. وبتعتمد الرابطة بتحقيق أهدافها على كل أشكال العمل المدني المتاحة والممكنة، ومنها ورشات عمل، دورات تدريبية، حلقات النقاش وندوات الحوار، الموائد المستديرة، نشاطات ميدانية، التشبيك وتبادل الخبرات، النشر والإعلام، الدراسات والتوثيق. ومن أهم أعمال ونشاطات الرابطة كان معرض وكتاب أمهات سوريا، وهو عبارة عن معرض فني اتخلل إطلاق الكتاب اللي بيحتوي قصص وتجارب أمهات سوريات خلال سنوات الحرب من مختلف مناطق سوريا وكمان مخيمات اللاجئين بلبنان. هالمشروع أخذ حوالي سنة لحتى اكتمل وتم جمع شهادات الأمهات، والمعرض كان عبارة عن صور الأمهات اللي شاركوا بشهاداتهم إلا اللي اعتذروا عن تصويرهم، والهدف كان تصوير معاناة الأمهات السوريات وخسارتهم الكارثية بظل الحرب. بالنهاية مفهوم المواطنة مفهوم كتير كبير ومهم لبناء سوريا الجديدة. نحن بنحتاج لوعي أكبر تجاه هذا المفهوم، مشان هيك نوجدوا السوريين اللي مثل الرابطة السورية للمواطنة، وكانوا دائما وحيبقوا سوريين لبعض. سلام. سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود لنحكي عن مبادرات آنفي السوريين للسوريين.